وداعا للحالات السوداء، وداعا لانتفاخ تحت العين. الحل بتمرين. Let's go. كيفكم صبايا؟ بتمنى تكونوا بخير. كتير اجتني رسائل انه كيف منقدر نشيل السواد تحت العين او بعض الناس عندها انتفاخ. الاثنين بينحلوا بتطبيق روتين يومي بتمرين كتير بسيط. خلونا نجرب مع بعض. بالاول رح نعتمد على نحط ايدينا الاصابع فوق، لاحظوا كيف، ورح طبق تمرينين. التمرين الاول اني افتح عيني، اما التمرين الثاني ذات الوضعية لكن رح غمض العين. لاحظوا هذا التمرين يطبق 20 مرة. أحد هذه التمارين، ليش هالتمرين مفيد؟ مفيد للأسباب التالية: أن عضلات العين مرتبطة بعضلات الجبين وعضلات الخد مثل ما هو واضح بالصورة. إذا الحل فقط هذا التمرين، نخليه من روتيننا اليومي 20 مرة في اليوم، وراح تلاقوا خلال أسابيع نتيجة باهرة. خبروني صبايا، حبيتوا التمرين؟ اكتبوا لي بالتعليقات وتابعوني، لأنه كل يوم رح تشوفوا فيديوهات جديدة روعة، ورح يكون لها تأثير إيجابي على جمالكم. أجمل سيدات بالكون. لا تنسوا صبايا لايك وكومنت شير وفعل الخير كناشره محبتي.